مشاهدين قناتي الاعزاء، كصبحتو لاباس عليكم، اش كتعاودوا؟ هانيا، كنتمنى تكونوا كلكم بخير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وابن البنات راني كنوجد لينا الفطور باش تمشي حتى داخله مع تسعد. مرحبا بكم معايا، ماما انا حليت معكم الكاميرا، غنط دابا شويه. غوت لينا 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 لينا، ما رجعنا حتى الليل، والله ما قدت تنوض. دابا راه كتلبس حويجاتها، المهم انا نقاد ليها دابا باش تفطر وتخرج هي، وغادي نخرج حتى انا موراها. المهم انا ما كنرجع البنات حتى ديك الوحده للدار. البنات صيفط لها واحد سميتو خبيز، قطعت منه شويه هكا في النص، وعمرت لها بشويه ديال الكفته وشويه ديال شويه ديال المطيشه هكا دويرات وصافي. المهم دابا نيتها غتدي معاها هاد بيه لي ولي لقيت في الثلاجه، وصافي غتدي معاها هاد بيمو. المهم دابا راه كتلبس حويجاتها. بزاف 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 التعاليق الزوينه ديالكم اللي خطاكم عليا عائلتي الغساله، دائما كتساندوني ودائما تكتبوا لي تعاليق زوينه. ربي يخليكم ليا كاملين، كنسلم عليكم كاملين اسم باسم. المهم لينا تعجبها البنات هاد نيسكويك، غنحط ليها هنا غير القياس هكاسة عرفتو. داك انا حطيت لها حدا هاد نيسكويك، عرفتي درت واحد المعلقه ما نعاودش لكم كبيره. المهم حطيت لها دابا قياس صافي. المهم ريحه زوينه ديال نيسكويك جايه. المهم صافي انا وقلا غندير ليها معاها، كنت باغي ندير القهوه ولكن ندير حتى انا نيسكويك بحالي بحالينا. ايوا صافي وهذا ما كان. المهم شي حتى انا غادي نلبس عليا البنات، وباقي شي مويلات ديال العشاء، واحد ثلاثه طبيصلات كنت انا رجع البنات وانا نغسلهم ترجع مال وحده عرفتو، مبغاش ندير يدي في الماء بارد والله الا. المهم تاس ناخد قهيوه ديالي انا غنفطر البنات، ناخد كويس ديال كويس القهوه، ماشي القهوه كويس ديال الحليب بنسكوي. وغادي انا كاينه واحد الحريشه واحد شويه الملوي، المهم غادي نعندق على شويه بصافي ونلبس عليا البنات. باقا تابعني عاوتاني الطريق دابا. يلاه دخلت دابا عاد رجعت. المهم خرجت مع تسعود، ما جيت دابا حتى لديك الوحده هكا. المهم عاد رجعت البنات. المهم صوفيا يلاه وصلت دابا كتموت في الضحك. المهم خدات هاد المونطو وكنشارك معاكم. يلا فقت دابا من صافتو، دخلت للدار مع 4:30 والمهم تكيت البنات، ما قدرت ندير والو نعست. المهم دابا تكيت هكاك شي ساعه، المهم نط دابا انتما باقا بحويجات الخدمه باقا تجي. المهم دابا عاد غادي نوض نبدل عليا حويجاتي ونجمع هاد الروينه ديال هاد البيت، راه ما جمعتوش الصباح. وعاد نمشيو ان شاء الله للكوزينه، ومرحبا بكم معايا نشارك معكم الروتين ديالي المسائي ياك لينا. شاركوا معاهم، شنو نديرو معاهم؟ نشاركو معاهم تجميع الكوزينه والبيت. المهم دايرين النتاف، هاد النتاف عاد خديتو يا غادي شويه تلفو ليا. يلا المهم غادي تعاونو ان شاء الله انا وياك هاد العشيه، سمعتي؟ يلا انتوما معانا، مرحبا بكم. الكوزينه دائما البنات انا تنبدا بالبوطه هي الاولى، البوطه البنات لينا كتعاوني كتنقي معايا جلبانه. اش كديري يا لينا؟ كنقي جلبانه. كولي كناكل جلبانه ما تاكليش علينا غير دوقي. كتعجبك جلبانه؟ بزاف شويه شتو البنات مشكله مع علينا، عطات تنقي جلبانه حبه في لقيت هاد الكاسرونه قلت لها ديري هنا باش ما تبقايش كتكفح، كتحط وحده وكتاكل خمسه. نوض اختي نوض، انت ما تاكلينا جلبانه كلها نوض. لا 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 يلا هو نقي وما تاكليش جلبانه. اشنو قلت؟ تاكلي جلبانه؟ يلا يلا هاد سالي دابا تنقيه ديال جلبانه. المهم نقيت هادشي اللي قسم الله ونقيت هاد اللوبيا، قلت البنات تنقيه ديال الجلبانه. المهم انتما نقيتها هادشي اللي عطاتني، ونقيت حتى اللوبيا الخضراء. ولينا جريت عليها البنات قبيله، عرفتي شنو كتاكل كثر ما كتنقي. المهم دابا راه كتفرج في البيت، هاهي جاية عاوتاني حدايا، سيري تلعبي. ها شفتوها؟ بس لاباس لاباس بزاف.
المهم صافي غنوض دابا نجمع هادشي ندبر على مويكا الميكا تقداو ليا البنات ما عندها باني وصافي على شي ميكا ندير فيها جلبانه ونجمع حتى اللوبيا تي ندير ندخلها للثلاجه ونجمع هادشي حتى هو شوفوا شحال ديال القشور جلبانه اكثر منا الفريزر البنات البارح المهم انا ولينا ما خليناش فيه قريت شويه المهم غسلته وقطعته هكا المهم غنديرو هذا في تنصايبوه في شي عصير الا بقى الدجال البنات ما كنتش طيبته السيمانه اللي فاتت المهم قلت ما كاين لا شي يطيح خويته من المجار ديال الثلاجه المهم غادي نشويه بحال هكا نشويه مزيان وغادي نصايبو زعلوك ونديرو شي طويصه وقت ما تكال المهم غيتكال عيتكال المهم ما يضيعش البنات راه نظمت الخضره كامله دابا في الثلاجه المهم راه خويتها كامله كانت حالتها خويت كلشي وضربت لها واحد المسيحه بشويه ديال الخل وصافي وستفت الخضره ديالي كامله اللي تقديت المهم تقديت داكشي غير حدو قدو البنات الخضره غاليه هانتوما فتح لكم تشوفوا واحد الرويز ديال الشيف لور كاينه جوج وهنايا كاينه الفلفله مطيشه خيزو حتى هو تقديته تما كاينه الخس وصافي البيض كاينه بلاطه البيض راه علقته الفوق هذاك باش ما يقيسوش والمهم ديك الغلاقه ديال الزيتون حتى الفلي الغلاقه حتى نشوفهم والديسير راه خبيته الفوق حتى هو شفتوه وصافي نسد الثلاجه دابا حيت ما يصلحش فحال لها ومازال عاد نتقدى البنات داكشي ديال الفروماج داكشي ديال الفطور راه باقا عاد غادي نتقدى داكشي ايوا هادشي اللي كاين الكبيدات تاي تشوي حدايا هنايا البنات شويه غادي نقيه ندير به ديك زعلوك وهنا البنات تقديت الليمون قلتوا لي رخاص المهم راه جبت الليمون وخديت المانطالين كليناه انا ولينا ما خليناه فيه والو وبالنسبه لهادو البنات ما كنديرهمش في الثلاجه المهم راكم عارفين الشبيكه غادي نستف هادشي في الشبكه بصله وهاد البطاطا وهاد القزبر حتى هو غادي يمكن الا بقى فيا الجهد غادي نقطعو ايوا الكبيدات غادي نخليكم دابا غادي نودعكم يعني نخلي يعني نحبس الفيديو هنايا وبالنسبه للعشاء والله الا ما عارفاش مازال عاد غادي نشوف شنو غادي ندير العشاء وصافي المهم الفيديو غيحبس هنايا باش نبارطاجي معكم يعني نشارك معكم الروتين ديال اليوم باش نبقى غدا معكم يوم بيومو المهم شكرا بزاف خوتي وخواتاتي للمشاهده ديالكم الله يخطيكم عليا ما درتش معكم شي حاجه البنات شي روتين ولكن المهم غير المشاركه وصافي كنشارككم يعني اليوميات ديالنا الله يخطيكم عليا يا اجمل عائله يلا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باي باي عليكم